بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد. طاقة الاسم رقم 2، كل من يحمل هذا الرقم في اسمه أو في تاريخ ميلاده يكون إنسان منتج، يحب التعامل مع الآخرين، عادل، له القدرة على إقامة التوازن مع كل من حوله، متعاون، يراعي كثيرا الآخرين، حساس، عاطفي، يركز كثيرا على أهدافه وطموحاته، وله القدرة على التأثير على الآخرين، قادر على اتخاذ القرارات، إنسان حكيم، موثوق فيه، لا يقول لا للآخرين، يتمتع بالحماس والنشاط ويتجنب المواجهة. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم رقم 2: يا خالق، يا رزاق، يا خبير، يا علي، يا واسع، يا ودود، يا مبدئ، يا والي، يا متعالي، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقسط، يا مغني، يا هادي. أول اسم معنا هو اسم علي. طاقة هذا الاسم رقم 2، طبعه مائي، جنسه مذكر. البرج من خلال الاسم برج السرطان، يناسبه كثيرا برج الجدي، ولا يتناسب إطلاقا مع برج الميزان والجوزاء. برج المواليد هو برج الحمل. طاقة تاريخ الميلاد رقم 9. الصورة القرآنية صورة النصر. طاقة تاريخ الميلاد متناسقة تماما مع برج المواليد، مما يزيدك حظ وسعادة في الحياة بإذن الله. يناسبك السفر كثيرا. أتمنى أن يخدمك كذلك البرج الباطني واسم الأم. تكون بإذن الله ذو مال كثير، وتتزوج مرتين. أتمنى لك التوفيق. اعتدال، اسم طاقته رقم 2، طبعه ناري في مظهره، ترابي في جوهره، جنسه مذكر. البرج من خلال الاسم برج السرطان، يناسبه برج الجدي، الكوكب القمر، اللون المفضل الأبيض، يوم السعد الاثنين. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة قاف. اعملي على رفع طاقة الأنوثة، قد يؤثر تأثيرا إيجابيا في حياتك. كوني قوية الشخصية واعملي على نفسك، فأنت سريعة الغضب، مما يجعل منك محل استغلال من طرف الآخرين. يناسبك السفر كثيرا ويزيدك طاقة كبيرة. أتمنى أن يخدمك البرج الباطني وتكون أرقامك قوية. حياتك ستكون رائعة بإذن الله، وتعيشين في رخاء مادي، فاسمك يملك حروف المال. فقط تحلي بالصبر وكوني هادئة الأعصاب. أتمنى لك التوفيق. مأمون، طاقته كذلك رقم 2، طبعه ناري، جنسه مؤنث. البرج من خلال الاسم برج السرطان، برج المواليد برج القوس. طاقة تاريخ الميلاد كذلك رقم 3، وهي برج القوس. البرج الباطني برج الحوت. الصورة القرآنية الخاصة هي صورة المؤمنون. طاقة تاريخ الميلاد متناسقة تماما مع برج المواليد، مما يزيل عنك كل العكوسات
والكثير من العقبات في حياتك. لكن للأسف البرج الباطني على اسم الأم لا يخدمك إطلاقا، مما يجعلك تعيش بعيدا عن أمك في المستقبل. قد تعاني من بعض المشاكل الصحية. اعمل على رفع طاقة الذكورة في اسمك، واشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى، واقرأ السورة الخاصة بك، ستتحسن أمورك بإذن الله. موفق بإذن الله. الأسماء ذات الطاقة رقم 3، متصلة بكوكب المشتري، كوكب الفرح والمرح والثراء. كل من يحمل هذا الرقم في اسمه هو فنان، ويحتاج إلى التعبير عن نفسه من خلال الأعمال الفنية. تكون صداقاته ناجحة، لا يحب الملل والروتين، مضياف، كريم، طليق اللسان، محب للسفر، متفائل. يكون بركان من الطاقة، ويبحث دائما عن الأشياء التي تسعده. ذو تفكير متفتح، قادر على التعبير والتواصل، منتج، وكل أعماله تكون ناجحة بإذن الله. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن الأسماء ذات الطاقة رقم 3، يا الله، يا مصور، يا غفار، يا فتاح، يا قابض، يا لطيف، يا عظيم، يا مجيد، يا وكيل، يا قيوم، يا ماجد، يا عفو، يا نافع. اسم إيمان، طاقته رقم 3، طبعه ناري، جنسه مذكر. البرج من خلال الاسم برج القوس، يناسبه كثيرا برج الجوزاء. الكوكب المسيطر المشتري. اللون المفضل الأصفر. يوم السعد الخميس. الصورة القرآنية الخاصة بشحن طاقة هذا الاسم صورة التكاثر. عشت في بداية حياتك بعض الانكسار، تحملت بعض المشاكل والعراقيل، لكن بعدها تكونين في راحة وسكون، وعندك طاقة انفراج كبيرة تنالين من خلالها الخير الكثير. اعملي على رفع طاقة الأنوثة، فهي من العوامل المساعدة كثيرا في شحن الطاقة ورفعها وإزالة العكوسات والنحوسات والعراقيل والمشاكل. أتمنى لك التوفيق. سمر، طاقته 3، طبعه هوائي، جنسه مؤنث. البرج من خلال الاسم برج القوس، يناسبه برج الجوزاء، ولا يتناسب إطلاقا مع برج العقرب والحوت. لكن للأسف برجك الباطني هو برج الحوت، وهذا ما سبب لك المشاكل والعكوسات والعراقيل في حياتك. الصورة القرآنية صورة رائعة، يا صورة الجن، ستدعمك كثيرا إذا قرأتها دائما وداومت عليها. اسم ورد لا يناسبك، ولا يمكن تغيير الاسم كليا، لأنك أخذت الكثير من طاقة هذا الاسم. ضيفي حرف أو حرفان تتغير طاقة الاسم، ويتغير البرج من خلال الاسم، بحيث يكون البرج الباطني يدعمك. علاقتك بأمك علاقة متوترة. حسني علاقتك بأمك، فما رضا الله إلا برضاء الوالدين. وأتمنى لك التوفيق. علياء، اسم طاقته رقم 3، طبعه مائي، جنسه مذكر. البرج من خلال الاسم برج القوس، يدعمه كثيرا برج الجوزاء. اللون المفضل الأخضر،
والكوكب المسيطر عطارد، يوم السعد الأربعاء، البرج الباطني هو برج الدلو، الصورة القرآنية هي صورة المسد. اسمك جميل وطاقته جميلة كذلك، أتمنى أن يخدمك كذلك رقم تاريخ الميلاد، لكن جنس اسمك منافي تماما لك كبنت، اعملي على رفع طاقة الأنوثة في اسمك. في بداية حياتك تكون كل أمورك متعبة، لكن بعدها تتحسن كثيرا. البرج الباطني يدعمك كثيرا، وبصراحة إن الأم هي المتعبة، وهذا يؤثر عليك بالسلب. عليك بأخذ أسماء الله الحسنى كورد يومي وقراءة سورة المسد، سترين بإذن الله تحسن كبير في حياتك، بالتوفيق إن شاء الله. صلاح، اسم طاقته رقم 3، طبعه ترابي، جنسه مذكر. البرج من خلال الاسم هو برج القوس، يدعمه برج الجوزاء ويناسبه كثيرا. برج المواليد برج السرطان، يناسبه برج الجدي. طاقة تاريخ الميلاد رقم 6، وهي برج الثور، مناسبة تماما لبرج المواليد. الصورة القرآنية صورة الحجر. طاقة تاريخ الميلاد مع البرج والطبع كذلك طاقة متناغمة ومتناسقة، مما يجعلك تعيش حياة سعيدة بإذن الله. لا تخافي عليه، موفق بإذن الله. تملك في اسمك حروف العلم والمال، ويناسبك السفر كثيرا، قد تسافر من أجل العلم أو قد تسافر لأجل العمل، وستكون بإذن الله موفق. طاقة الأسماء التي تحمل رقم 4، متصلة بالأرض والطبيعة. كل من يحمل رقم 4 في اسمه أو تاريخ ميلاده يكون واقعي ولا يبالي بالخيال، معطاء، مجتهد، محل ثقة، عملي، منطقي في التفكير، مخطط ومنظم، لا يستسلم أبدا حتى ينهي عمله بإتقان، متقن لفن الكلام والنطق، قوي الإرادة، لا يتنازل عن آرائه، يفي بوعوده، ويعرف أهدافه ويعرف كيف يصل إليها. يزعجه القمع العاطفي وسوء التفاهم وعدم تقبل آرائه من الآخرين. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الرقم 4، يا عزيز، يا شكور، يا شهيد، يا محصي، يا مميت، يا أحد، يا مقدم، يا بر، يا تواب، يا رؤوف. على كل من يحمل رقم 4 في اسمه أو تاريخ ميلاده أن يكثر من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، فهما كفيلان بأن يزيلا كل النحس في هذه الطاقة. أميرة، اسم جميل لكن للأسف يحمل طاقة نحس. طبعه ناري، جنسه مذكر. البرج من خلال الاسم برج الأسد، يناسبه برج الدلو، وأتمنى أن يكون برجك الباطني الدلو حتى يدعمك وينزع عنك هذه الطاقة. الكوكب المسيطر الشمس، اللون المفضل الأصفر، يوم السعد الأحد. الصورة القرآنية هي صورة القصص. تهتمين كثيرا بشؤون الأسرة، تعاني من مشاكل عاطفية، كتومة لأسرارك ومتشبثة بآرائك، تعانين من وعكات صحية.
اعملي على رفع طاقة الأنوثة في اسمك، وأكثري من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، تتحسن أمورك بإذن الله. أتمنى لك التوفيق. ريمان طاقته رقم 4، طبعه مائي، جنسه مذكر، البرج الأسد، الكوكب المسيطر الشمس، اللون المفضل الأصفر، يوم السعد الأحد، السورة القرآنية سورة المزمل. بالرغم من الطاقة السلبية التي تحملينها في اسمك، لكنك عاطفية وتبحثين دائما عن الاستقلالية بذاتك، تهتمين لمشاكل الآخرين، محبة للتواصل، يناسبك السفر والرحلات، خجولة، كتومة للأسرار وحلالة مشاكل. تعانين من بعض المشاكل الصحية، لكن عندك طاقة انفراج كبيرة في حياتك. بإذن الله ستتحسن أمورك وتعيشين في رخاء وسعادة. عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى، ستزيدك قوة ونجاحا وتقدما بإذن الله. أتمنى لك التوفيق. رحاب اسم طاقته رقم 4، طبعه مائي، جنسه مؤنث، البرج الأسد، برج المواليد القوس، طاقة تاريخ الميلاد رقم 3 وهي القوس، البرج الباطني القوس. البرج على الاسم وبرج المواليد وطاقة تاريخ الميلاد والبرج الباطني متناسقة تماما، تزيدك نشاطا وقوة وعصبية وتوتر. الصورة القرآنية الخاصة باسمك هي سورة القدر. يا حبذا لو تقرأين هذه الصورة بأعداد كبيرة، ستتحسن كل أمورك وتنالين من الخير الكثير وتحققين كل أهدافك. أبراجك النارية مع طبعك المائي هو ما يسبب لك العراقيل والمشاكل ويزيد من النحوسات في حياتك. علاقتك بأمك علاقة وطيدة ومتناسقة، وتكون داعمة لك لو أكثرت كذلك من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد بنية تحقيق هدفك. حاولي تبخير نفسك وبيتك بنبتة الحرمل يوميا بعد العصر، واستحمي بماء به ورق السدر، وأكثري من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد بأعداد كبيرة على نية تحقيق ما تريدين تحقيقه. والجئي إلى الله فلا ملجأ منه إلا إليه، وستكونين بإذن الله موفقة. أعزائي المتابعين، على كل من طلب مني دراسة اسمه، إذا لم يجد اسمه في هذا الفيديو أن لا يقلق ويتحلى بالصبر، فلا أستطيع دراسة أكثر من 10 أسماء حتى لا يكون الفيديو طويلا جدا وممل. لا تنسوا عمل الإعجاب لهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.